ربنا يطمن قلبك عليه. طب ما كنتي قعدتي شويه كمان، ادينا بنفك مع بعض في الكلام. معلش يا حبيبتي طلع للعيال، بس والنبي ما تنسيش اول ما كراكيري يوصل بلغيني على طول. حاضر. سلام عليكم. عليكم السلام. طب استنى اوصلك. طيب خليكي خليكي. لا اله الا الله، ادي اللي بناخده من الرجال، الهم والغم واللطم. الرجاله عايزه الحرق كلها في يوم واحد. كان يوم اسود لما اتجوزتك يا كراكيري الكلب انت كمان. ايه ده كراكيري؟ كويس انك جيتي. عايده ايه ايه انت بتعملي ايه؟ اصل الست عايده مرات كابتن عصام لسه ساكنين فوقينا، جوزها يا حبة عيني خرج من امبارح وما رجعش لغايه دلوقتي، تخيل. بجد؟ لا اله الا الله. بس كده؟ يا نهار اسود، ما رجعش من امبارح؟ لا، ما حدش سأل عليه في مستشفيات ولا في اقسامه، وسايبين الراجل مرمي كده في الشارع. لا تخيل. حلو كده؟ حلو قوي. استنى بقى لما ندهن لها عشان عايز تسألني. تندهن مين؟ تندهن مين؟ تسألني على ايه؟ هو عصام ده صاحبي؟ اه، ما الواد زيزو لسه قايل لها انه شافكم مع بعض امبارح قدام باب الشقه. زيزو قال لها؟ اه. كريم انت خارج؟ اه نازل عندي شويه شغل. طيب خلاص. خلاص ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ كريم هو انت عندك عم؟ عم ايه؟ لا ما عنديش عم. امال ايه دي؟ دي جبتيها منين دي؟ سيف كان بيلعب في اوضه المكتب وطلعها غصب عنه. يعني ايه كان بيلعب في المكتب؟ انت كنت فين يا هاني؟ انت لسه ما ردتش على سؤالي. رديت على فكره، ما عنديش عم. ازاي يعني؟ ده نفس اسم الاب والام اللي هي جدتك. ايوه، ابويا قال ان كان عندي عم ومات وهو بيتولد. بس انت عمرك ما جبت لي سيره يعني. هجيب لك سيره. هقول لك ايه؟ عندي عم مات وهو جنين. يا سيف بقى كده ما تخشش المكتب وما تلعبش في اي ورق بتاع بابي، مفهوم؟ في يا كريم براحه شويه، انت بتزعل الولد كده ليه؟ هو كده زي ما سمعتي. انا لازم انزل عشان اتاخرت. وهاتي دي. ما تخافش يا حبيبي، ما تخافش، مفيش حاجة. ايه القرف ده؟ ايه ده؟ عم عابدين، أم عابدين راح فين ده؟ أم عابدين أسافر بلدهم ولا إيه؟ يا أم عابدين. أيوة يا بيه. إيه يا عم في إيه؟ حرام عليك، فزعتني وأنا عايز فزع في القصر ده. معلش يا بيه، صح النوم. هو أنا نايم هنا من ساعتها؟ والله يا بيه أنا سبتك نايم، ما حبيتش أقلقك. انت بتنام ازاي والاوضه مطربه بالشكل ده كده؟ عادي يا بيه، ما انت نمت وقمت وبقيت زي الفل اهو، اتعودت على كده. امال انت نمت فين؟ ما تشغلش بالك بالموضوع ده يا بيه، تعال تعال يا بيه، انا محضر لك شويه واكل تاكل صوابع ايديك وراهم. بجد؟ ادخل يا بيه. ده انا جعان جدا. ادخل يا بيه. جعان جدا. خلاص يا عم، في ايه؟ شمبانزي هياكلني. ما خلاص. بتقعد تفطر معايا؟ لا يا بيه سبكتك. فطر شكله حلو جدا. الله، ده ايه الفول الحلو ده؟ وايه البيض الجميل ده؟ اللي انا والشيف يا بيه. عارف يا عم عابدين؟ ايه؟ انا نفسي اخد دش، بقالي كتير جدا لابس البيجامه دي، انا ريحتي بقت عامله زي الرنجه. انا لازم اروح للمحامي عشان اشوف موضوع الورق القصر عشان اعرف ابيعه. لما تقوم يا بيه خد لك دش كده وتليف كده وفوج وما تقلقش، انا هطلع معاك. انا مش خايف، انا ممكن اطلع لوحدي.